يعمل بالإسعاف والإقاصية المفروض عليه، وبعض أهل المرضى يرفضون هذه المستشفى ولي المستشفى بعينها، ويدعون علينا يحاسبون علينا. هل نحن لهم ظالمون؟ نعم أنت لهم ظالم، أنت لهم ظالم. يعني هم يريدون مستشفى معينة، وأصحاب الإسعاف يريدون مستشفى أخرى، وأعطونهم خط سير. هم لا يريدونها، لأن ممكن القيمنا الإسعاف يكون لهم نسبة من المستشفى. لا يجوز أن تجبرهم على شيء، لكن أن تطلب أجرة المسافات. يعني افترض أن المسافة بعيدة بعيدة، ويريدون ثمنا أكبر للإسعاف يدفعونها.